السلام عليكم. آخر كلمة قالها الأب لولده: عبود اطلع البيت بسرعة. قصتنا صارت في 2016 في دولة الإمارات، وتحديدا في إمارة الشارجة. إبراهيم عنده محل جراج أو تصليح سيارات، المحل هذا تحت بيته على طول. إبراهيم ساكن في بناية، وتحت بيته في نفس البناية تحت الجراج ماله، يعني يطلع ينزل يشتغل من الصبح لين وقت الغداء، ويرجع يتغدى وياخذ قيلولته عقب يفتح الجراج تحت البيت. فكان إبراهيم ولده عبيدة، لأنه مقابل ينزل يعني بالأسانسير ينزل يجلس ويا أبوه في الجراج، أو يلعب مع عند الجراج يعني قدام عين أبوه. عم عبيدة اللي هو أخ إبراهيم كذلك كان يشتغل مع أخوه إبراهيم في الجراج. إبراهيم في يوم من الأيام عرض سيارة، بحكمه هو يشتغل في الجراج عنده سيارة، عرضها للبيع. عنده صديق قال له: أنا عمي اسمه نضال ومهتم يبغى سيارة، وأنا بقول له إنه يشوف هالسيارة هاي ويشتريها منك. قال إبراهيم: ما عندي أي مشكلة. وفعلا يا هذا نضال عمره تقريبا 55 سنة، يا وقعد ويتناقش معه بموضوع السيارة وكذا. إبراهيم حس إن هذا الرجال ما عنده فلوس، وبس يبغى يتكلم، بس يبغى يماطل، ما عنده إنه يشتري هالسيارة. أصلا هذا نضال بطالي، ما يشتغل، يالس بروحه في الشقة في الشارجة، أهله كلهم في الأردن، ووضعه سيء جدا. وعقب إبراهيم ياله زبون واشترى منه السيارة، بس نضال صار يتردد وايد على الجراج، يعني صار صديق إبراهيم وصديق أخ إبراهيم، يتردد يجي عندهم. وكذلك صار صديق لعبيدة اللي ولد إبراهيم عمره 8 سنوات. قام هذا نضال يلعب مع عبيدة، مرات يعطي التليفون، يراوي طيور الجنة، يراوي رسوم متحركة، كان وايد يلعب مع عبيدة. في يوم من الأيام إبراهيم كان طالع ورجع، شاب نضال واقف بسيارته يم بالجراج، وعبيدة يم بيالس وماسك تليفون نضال وياسي طالع يعني رسوم ما رسوم. إبراهيم ما عجب أنه ولده معه في السيارة، ليش يعني ولده يجلس معه في السيارة؟ إذا يبغى يجلس معه يجلس معه بالجراج. ففتح الباب قال فإبراهيم قال حق ولده يعني أنه ما باك تقعد معه بالسيارة، إذا يبغى هذا يلعب معه بالجراج. ما حب موضوع أن السيارة، مع أنه خلاص يعني بنقول معنا مو بفترة صار صديق إبراهيم وصديق أخ إبراهيم، ما له يعني فترة كبيرة أنهم أصدقاء وأنه يوثق فيه، بس بعد ريال عمره 55 سنة، شو بيسوي في ولد عمره 8 سنوات ومن نفس الجنسية، وريال قال يمكن أنه بعيد عن عياله في الأردن، وممكن مشتاق حق عياله، ويشوف عبيدة أنه نفس عياله، فما حط بباله. في يوم من الأيام بعد نفس الشيء شاف عبيدة ولده مع نضال في السيارة، هني عصب إبراهيم لأن ولده ما سمع كلامه، فقال لعبود اطلع البيت، أنا قلت لكم الجراج نفس البناية اللي ساكنين فيها. فعلا طلع عبود شافه، تم يعني راقبه إبراهيم يراقب ولده، شافه طلع الدري، وعقب الدري في الليفت وركب يعني رجع الجراج إبراهيم، رجع الساعة 9. فإبراهيم يسأل زوجته: وين عبيدة؟ قالت له: عبيدة ما رجع من الصبح، ليش عبيدة مو عندك؟ قالها: كيف ما رجع؟ أنا قلت له اطلع وراقبته، شفته طلع البناية وطلع ورك يعني طلع الدرج، كيف؟ هني تخبل إبراهيم والأم تخبلت، وقاموا يدورون على ولدهم ويسألون الجيران ويسألون راعي الدكان، كلهم يقولون ما شافوا عبيدة. إبراهيم قال: معقولة إن نضال خضع عبيدة معه؟ يتصل في نضال مغلق، يتصل فيه مغلق، يتصل فيه مغلق. قام إبراهيم اتصل في صديقه اللي يابه أول مرة، قال إن هذا عمي، قال نضال عنده رقم تليفون تاني، قال له هي عنده خذ الرقم. وفعلا رن
ورد عليه نضال، قال له عبيدة عندك؟ قال له لا، أنا عبيدة من نزل من عندي من السيارة وانت عصبت عليه، أنا ما شفته. قام يدورون آخر شيء لين الساعة 5 الفجر وهم يدورون. بلغ الشرطة إبراهيم، وطلع إبراهيم ومعاه أخوه وراحوا وين؟ شقة نضال. إبراهيم راعي جراج ويفهم في السيارة، أول شيء شو سوى؟ حط إيده على بونيت السيارة، شاف أن البونيت حار، أنه بعده فشاف أن السيارة حارة، عرف أن إبراهيم نضال تبو وقف السيارة، فطلع يدق دق 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 على الشقة ما يفتح، وهو متأكد أن السيارة تحت والسيارة حارة بعدها، وأن نضال في البيت. يدق عليه فما يرد. فإبراهيم قال حق نضال إذا ما فتحت الباب أنا ببلغ الشرطة. على طول نضال فتح الباب، قال وين عبيدة؟ قال له أنا ما شفته، وإذا أنت شاك فيني تعال فتش. دخل إبراهيم ومعاه كذا واحد، فتش الشقة ما حصلوا عبيدة. طبعا الشرطة تراقب كل شيء من بعيد لبعيد، وإبراهيم لا ليلة ليل ولا نهار نهار يدور على ولده، ما خلى مكان يدور على ولده. ونضال هم مع إبراهيم كان يدور على ولده وفترة قطع. رجع إبراهيم اتصل في نضال، قال له أنت ما كنت تحب عبيدة وتلعب معاه؟ قال له هي. قال له ليش أنت الحين حتى ما تسألني تقول لي ها شو صار موضوع عبيدة، حصلت عبيدة؟ قال له أنت عقب اللي سويته فيني ودخلت شقتي واتهمتني أنا خاطف ولدك، تباني أتصل فيك وأنشد عن ولدك؟ تم على أمل أنه يحصل ولده. في يوم من الأيام دقت الشرطة على إبراهيم وقالوا له تعال نبغيك يعني. راح وقالوا له براويك صورة وتأكد ولدك شو كان لابس. قال له ولدي كان لابس قميص كذا، بلطلون كذا. زين هذا البوت صورة، هذا بوت ولدك؟ قال له هي هذا بوت ولدي. قال له خلاص روح البيت وإن شاء الله نحن بتينا معلومات وبرد لك خبر. طبعا إبراهيم قال صورة بوت ولدي يعني ولدي فيه شيء، وقام على أعصابه ولا يتصلون في الشرطة يقولوا لإبراهيم تعال ويستحسن يكون حد معاك. هني خاف إبراهيم، أي ولازم يكون حد معاي؟ قال ترى حصلنا جثة ولدك طايحة في إحدى الأشجار في دبي، والقاتل هو صديقك نضال. نضال اعترف أن يوم إبراهيم قال حق ولده أبوت أطلع البيت بسرعة، كان واعد عبيدة نضال إنه يشتري له سكوتر اللي أبوه كان رافض يشتري له لأنه خايف عليه. فنضال قال حق عبيدة الطفل أنا بجيب لك السكوتر بس لا تخبر أبوك، بتطلع في باب ثاني من البناية أنا بترياك هناك. فعلا إبراهيم وشاف ولده طلع الدري بس ما شاف ركب اللفت، وطلع له من الجهة الثانية وخضاه واختصبه جنسيا، وبعدين خنقه بقطعة قماش بيضاء كان هو حاطنها. قالهم أنا خضيته ووديته منطقة نائية في دبي وشربت الخمر واختصبته جنسيا، وبعدين أنا كنت مجهز هالقطعة القماش في السيارة خنقته فيها ورميته في إحدى الأشجار في دبي. ليش؟ لأني أنا مريض نفسيا وأنا مشتت لأن أهلي ما يحبوني وعيالي ما يسألون عني وأنا ما أعرف كيف سويت شيء، ومن اللي كل مجرم يقول إني أنا خضيت هالخمر وقلت أمشرب خمر، وعقلك وأنت أصلا رد مخطط إن الولد يوثق فيك ويتعلق فيك وتقول له بجيب لك سكوتر وبعدين تختصبه جنسيا وتقتله. طبعا أحالوا للطب النفسي يتأكدون إن هل هو مريض نفسيا، طلع له الريال عاقل ما في أي شيء، وحتى إدمانه للخمر يعني يكون صاحي يعني عارف هو شو يسوي. فنحكم عليه بالإعدام وطلب آخر شيء إنه يشرب شوية ماي وإن إبراهيم اللي هو ولد عبيدة يسامحه، وطبعا أبو الولد رفض إنه يسامحه وانعدم رميا بالرصاص.